يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن نقول إن إطلاق لفظ التوحيد على ما يعتقده المنافقون إنه إطلاق مجازي؟ توحيد في اللفظ، توحيد في اللفظ لا في الاعتقاد. توحيد المنافقين توحيد في اللفظ والظاهر لا في الاعتقاد. نعم، أما مجازي، مجاز والحقيقة هذا شيء آخر، هذا عند البلاغيين أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، والمجاز ينقسم إلى مجاز مرسل وإلى كناية وإلى آخره، تفاصيل ما لنا فيها شأن. نعم.